مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم بدي أسوي لكم شغلة غريبة لكنها مفيدة. كابتشينو جاهز. كل الناس بتسأل كيف يسووا الرغوة اللي فوق الكابتشينو، إشي صعب، لازم جهاز، الأجهزة حقها غالي. أنا أسوي لكم إياها بشغلة رخيصة، طلعوا معنا وشوفوا. الآن بنأخذ مقدار، أنت حر قديش بدك تعمل. أنا بدي أخذ هذا المقدار، شايفينه مقياس، أوكي، من النسكافيه الجاهزة. بتقدر تستخدم أي نوع قهوة جاهزة. لازم سكر، للأسف بدون سكر ما بنفع. نفس المقدار تقريبا السكر، ونفس المقدار بدنا مية. هذا كتير شوي، لا كويس، مية بدرجة الحرارة تبعت الغرفة، وانتهى. هلا بنخلطها لمدة 10 دقائق تقريبا، حورجيكم. هذا بعد دقيقتين ونص تقريبا خفق، لازم نخفق إلى تقريبا 10 دقائق. هيك تقريبا بتكون جاهزة. تعرف انها جاهزة من القوام تبعها، شايفينه انه قاسي هيك. الان بنعبيها بعلبة عشان نحطها بالثلاجة. ناخذ معلقة او معلقتين وبنحطهم جوا الكابتشينو. طلعوا كيف جوا الحليب، سوري، السخن. وهيك صار عندك كابتشينو بأي وقت، بس يجيك أي واحد طلع الرغوة. يا عيني، صحة وعافية، طلع الرغوة. الله، طلع 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 الرغوة. آه، شوي حلو لأنه لازم سكر، بس إشي رائع. صحتين وعافية، تفضل. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.